باش نخرجوا من الاستعمار، وحدة من الحوايج اللي كنطرحها دونك غير باش نعطيك. وبقات هذه القضيه بالمناسبه ملي دخلنا لذاك هذاك الشيء اللي كنت قلت لك، راه فيما كان تيظهر شي عالم من العلماء المتنورين كان يكفر ويتم تكفيره ويتم يعني هذا. مثلا على سبيل المثال واحد اللي كان طرح اشكال اعم اللي هو علي عبد الرازق، احد علماء جامعه النزور مصر، في الكتاب ديال الاسلام واصول الحكم اللي كان طرح فيه قضيه السلطه السياسيه وقضيه المراه هي اللي بدات تسبب، لانه في هذيك تقاسم الادوار اللي كنت ذكرت عليها في الاول عطاو تكلفات المجتمعات عطات على مسؤوليه النساء المهمه ديال التربيه، لان اعتبرتها انا قلت لك قبيله اعتبرتها امتداد للوظيفه البيولوجيه، دونك عطاتها المهمه ديال التربيه وديال التنشئه وربات النساء دوزات لهم عبر دي نورم وهذا دي كود، ان الام الناجحه هي تلك الام التي تنجح في اعاده انتاج تلك المنظومه. ما تكونش حتى تنجح انك تعيد انتاج المنظومه. علاش انا قلت لكم من الاول خرجونا من هذه الورطه ديال المراه رجل، راه ماشي قضيه المراه رجل، راه قضيه منظومه ضد منظومه، منظومه اللي تدافع على الهيمنه الذكوريه وباغيها تبقى، ومنظومه اللي باغيه تخلخل الهيمنه الذكوريه باش تزيد القدام وتعطي الامكانيه ديال النساء يساهموا بكل الطاقه ديالهم في بناء الحضارات وبناء التقدم بناء المجتمعات. اذا هنا ما تتبقاش المسؤوليه ديال العيالات كافراد. يا صديقتي هذه مسؤوليه المؤسسات. وهنا كاينه غادي ما غاديش ندخل التفاصيل لان هذا راه عالم كامل. كاينه مسؤوليه المؤسسه العلميه وكيف تتعاطى مع المرجعيه الدينيه. هذا سؤال مهم جدا. سؤال مسؤوليه المؤسسه التربويه التعليميه. اش من قيام تدوز عندنا في المناهج الدراسيه. المسؤوليه ديال المؤسسه الاعلاميه. اش من صوره ديال العلاقات ما بين الجنسين اللي تتمرر يوميا عبر مختلف الانتاجات الاعلاميه بما في ذلك الاشهار. عاد نجي لك مسؤوليه المؤسسه التشريعيه، مسؤوليه المؤسسه الحكوميه عبر السياسات العموميه في مجال التربيه، في مجال الحكوميه، في مجال الصحه، في مجال التشغيل، في كل مختلف المجال. فوالا دونك المساله هادشي علاش تنطرح النقاش على المستوى العالمي ديال تحميل الحكومات مسؤولية مؤسسة التغيير. القضية ماشي قضية ديالك بوحديتك انت، قضية انت بوحديتك تقدر، ولكن راه القضية اللي تتولي قضية المجتمع معناه انه يجب مؤسستها عبر مختلف المؤسسات. اما اذا تركتيها غير هذا هو اللي تيخلينا، لا تركتيها بدون مؤسسة، هذا هو اللي تيخليها اوبي فوازار ديال السلطة في الاسر. صدى في اسر شاءت انه تيكون اسر يكون فيها الاب فقيه والام اميه عمرها ما مشات المدرسه، ويكون الاب هو الحريص على ان بناته يقراو، لانه قرايته جعلته يفهم ان بنته باش تاخذ الاستقلاليه ديالها وتكون عندها مكانه وعندها شخصيه وعندها قدره ديال اتخاذ القرار خاصه تقرا. هذه غير صدر، ولكن حنا تنقولوا اليوم ما بقاش ممكن نسمحوا غير الصدر هي اللي تفعل فعلها، يجب على الحكومه ان تتحمل مسؤوليتها عبر مختلف السياسات اللي هي عندها في بال المسؤوليه ديالها، عندها مسؤوليه وعندها الميزانيه ديالها كذلك. أيعقل اننا نمول التلفزه المغربيه واعلامنا العمومي بماليتنا باش يمروا لنا واحد الصوره من شأنها تحط بالكرامه ديال النساء ومن شأنها تعطي ذاك التمثل اللي تيخلي اجيال ديال الشباب البنات يعتبروا راسهم جسد يباع ويشترى والولاد يعتبرون جسد المراه ينتهك، لان القضيه فيها لو دوبل. اذا معناته انها مسؤوليه حكوميه قد تخلى، مسؤوليه طبعا ديال المتدخلين من كل المواقع ديالهم. راه حنا في الجمعيات عندنا مسؤوليه، ولكن حنا ما عندناش الماليه العموميه، حنا عندنا غير مسؤوليه المجتمع المدني اللي تيعتبر راسو انه خصو يقوم ادوار للتنوير وللتغيير وللاصلاح ولكل هذا، ولكن الدوله راه عندها يا اختي الماليه وعندها المؤسسات وعندها الادوات وعندها هذا، خاصه فقط يكون عندها رؤيه، يكون عندها ماشي شجاعه الاراده السياسيه باش تدخل لذاك الشيء. دونك هذا اللي بغيت. اما فيما يتعلق بذاك انا الشاب اللي تدخل
في القضيه ديال الدماء. انا بالنسبه لي هذه مسائل بعدا ما تنبغيش ندخل فيها، ماشي لانني ما عنديش الشجاعه، ولكن تنعتبر كاين حوايج بعدا اللي تدخل في المعتقد الشخصي وما من حق حتى شي حد يتدخل فيها. بالنسبه لي ما كاينش شي حد عنده الحق يتدخل في هذه الامور هذيك، ما بغى يكون الامر ديالها. الان نحن بغينا بغيتي ولا كرهتي حنا مجتمع احد عناصر الهويه ديالنا هي الدين، احد عناصر تستطيع احد عناصر الهويه ديالنا هو الدين الاسلامي، داكوغ. الان هذا العنصر هذا كيفاش خصو يكون لصالح بناء الحضاره، لصالح بناء التقدم، لصالح بناء الاصلاح والجديد اللي حنا تنعمل هذا. ولكن مثالي في التدخل ديال الاخر هو من جهه تيقول لك هذا الشيء كله ما عندنا ما نديرو به، الا قدرت تفهم ونتمنى ما نكونش غلط، ومن جهه اخرى تيقول دو توت فاسون راه كاين كل شيء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما خصنا الا نتبناو هذاك الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ما غنطولش في هذا الموضوع لان الاستاذ راها قالته، ولكن اللي ترني هو طونطو تتقول هذه الهضره طونطو تجي تتقول لنا ايه ولكن ما خصناش نميزو ما بين المراه والرجل، وكاننا حنا اللي ميزنا. شوف غادي نقول لك، غادي تمشي طابي في جوجل، غادي تدخل غير المغرب ما يحتاجوش العالم، غتمشي لجوجل وغادي تاخذ لو ديرني رابور ديال الاتش تي بي ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، لي فام اون شيف، المراه في ارقام، وغادي تمشي تنزه العام سيدي في الارقام في مختلف المجالات، وغادي تعطيك الاخبار على الاشكال اللي كاين ديال انه مختلف المجالات، كاين مجالات تقدمنا فيها ماشي ما تقدمناش فيها، تقدمنا فيها فاننا ضيقنا الفجوه ما بين استفاده النساء واستفاده الرجال، التربيه والتعليم مثلا هذا، ولكن اللي تجبدوا النشاط الاقتصادي، حنا راه اقل من الثلث ديال النساء اللي هما في النشاط الاقتصادي. اذا وتفاعلا مع الاخ اللي تذكر على المساواة، المساواة ما كاينش مقابل الكفاءة، المساواة مقابل التمييز ماشي مقابل الكفاءة. الان انت خديتي غير مثال ديال هذه المدرسة وبنيتي عليه، ما يمكنش. انا اللي تنقترح عليك ها هو، حيت انا جبت هذيك الارقام معايا، غادي نعطيك غير الرقم ليفيكتيف ديال لو سكوندير كاليفيون، هادو ماشي حتى التعليم العالي، عندك فيه لونسومبل بعدا، دونك هذا تيبين لك الاشكالات اللي عند المغرب النموذج التنموي ديالو، يلا عندك 28.2 هما اللي تيوصلوا للتعليم الثانوي التأهيلي، معناته اكزاكتومون، دونك عندك اشكال النموذج التنموي اللي تيخلي لك اعداد ديال المغاربه اناثا وذكورا بدون تأهيل. هذه بعدا هذه الاولى، ولكن في هذه شنو شحال عندك؟ داك 28 عندك 34.8 ديال الاولاد وعندك 31.5 ديال البنات. صافي دير الا كان في هذه المدرسه جاو ليها بزاف داير البنات يجيو بزاف من هادشي ديال لاكشي ديكتو، خصك تمشي تشوف تقارن مع المدرسه المحليه ديال المهندسين، خصك تمشي تقارن مع كلية العلوم، وفي كلية العلوم خصك تقارن اللي تيمشيو لا فيليير الماتيماتيك مع اللي فيليير ديال الفيزيك، هادشي كله متوفر عليه عندنا كاحصائيات وكمعطيات، وتيبين لك بالملموس ان المغرب دار تقدم في تضييق الفجوه ما بين البنات والولاد، ولكن المعضله الكبرى هو ان عندك اعداد ساحقه ديال الاولاد والبنات اكثر من الاولاد اللي تيضيعوا اون كور دو روت واللي ما تيكملوش الدراسه ديالهم، دونك معناته عندك اشكالات كبرى، دونك في هذاك الشيء طبعا بالضروره انت غادي تاخذ الكوف، ما غاديش دير ما يمكنش في الدراسه ما تيمكنليناش نقولوا غادي نديروا المساواه، ما يمكنش، لانه فين كاين المساواه؟ دقيق مزيان تقول المساواة فين كاينة يا أخي؟ المساواة كاينة في الفرص، خصك تعطي فرص متكافئة، ولا ما تنقول لك فرص متكافئة، ماشي تقول لي أنا فتحت مدرسة في العالم القروي، لا يكفي أنك تفتح لك المدرسة في العالم القروي تقول لي رانا درت تكافؤ الفرص للعالم القروي، لا هذيك المدرسة خاصة ما تكونش بعيدة على الفيلاج، حيت إذا كانت بعيدة على الفيلاج البنات ما غادي يمشيوش. داكو ما عندكش الامكانيه ديرها قريبه، بغيتي دير تكافؤ الفرص خصك توفر وسائل النقل وخصك توفر الامن، لانه سينو راه حنا شفنا دابا تنشوفوا لي فيديو البنت خرجت من دارهم ماشي تقرا ناض واحد غادي يغتصبها والاخر تيصورو، هذا شنو تسبب له؟ هو البعد على المدرسه وما كاينش الامن، وكاين بطبيعه الحال انحطاط القيم وكاين الامن ما كاينش، دونك القضيه ديال المساواه كاينه في الفرص اللي خصك تحرص على انها تكون متكافئه ومتساويه. من بعد اخويا ملي تتساوينا كل ما يمكن، وانا عندي القناعه ملي تتساوي ملي تتكافئ الفرص الكفاءات غيكونوا كاين الولاد كاين البنات، لان الذكاء فيه جزء تيعطينا الله سبحانه وتعالى، ولكن اجزاء اخرى تكتسب، واللي حق الذكاء ديالو برضه هو اللي تيزيد
الكتاب، وانا عندي اليقين في المنافسه الحره الجميله اللي كاينه في اطار علاقات الصداقات التي تبنى ما بين الفتيان والفتيات في الاختلاط، ماشي في اننا نتفرقوا. هذاك الشيء تيساعد وتيبني علاقه الصداقه اللي تتبنى على المنافسه الحره الجميله في الدراسه وفي الابداع وفي الرياضه، وتيولي ذاك الساعه تيخلق لك واحد 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 الجو ايجابي ديال نزيدوا لقدام. وهذا الشيء على كل حال راه تنهضر لك من التجربه اللي عشتها، لانني عشت دراسه مختلطه مع البنات والولاد كيفاش كتكبر. اذا اللي باغي نقول لك، الكفاءه ما يمكن لك ديرها، ما يمكن لكش. الكفاءه هي كفاءه البنت اذا نجحت وكفاءه الولد اذا. الان اللي قالت الاخت، وهذا الشيء الاحصائيات تعطينا، صافي دي زاني كو البكالوريا تيتكلاصاو البنات هما الاولى. هذا ماشي انا بعدا ماشي من هذوك اللي تنامن انه الا عطيتينا في الفرص راه البنات غيتفوقوا غادي يكونوا اذكى من الاولاد. لا لا لا، انا ما تنامنش بهذه القضيه. انا اللي قال الاستاذه، البنات باقي تيحسوا براسهم خصهم يديروا مجهود جبار، لانه باقي يطلب منهم يثبتوا راسهم. الولد ما مطلوبش منه يثبت راسه، الولد ملي تيتزاد داكار تيتزاد بقيمه، عنده قيمه. انت تتزاد بنت ما عندكش قيمه، طبعا الامور تتغير. جيلنا حنا ماشي هو جيل اللي سبقونا، هذا مساله فرغنا، الامور هكا ستتغير. ولكن انا تنقول لك راه حنا البنات تنحسوا براسنا دائما خاصنا نثبتوا ذاتنا. عاد زيدوا حاجه اخرى، الولد الا با بيزوان دو سا، الا بيزوان دو فيغ ان ايفور. سي نو في با سان ايفور اي بان تيسقط وما تيجيبش نفس النتائج بحالو بحال هذا. غير على هذا، انا قلت لك خصك تاخذ الاحصائيات في شموليتها، عاد يمكن لك اعتذر الى طولت، لان الموضوع في الحقيقه شائك سورتو. نتمنى تتاح لنا فرص اخرى في قضايا اكثر دقه. شكرا. تريد ان تعقب؟ التعليم الجريء هو كلمه يعيقها، والله كرر من الاداب العيب على مفهوم الاختلاط، ولكن الدوله الامنيه عندها غير تبعد. طيب قلت تحديد الفكر ديال البشر، شوف غير في الجامعة ديال التلفاز بس ما طرحنا السؤال هو تيتجلو تجي عندنا احنا البشر ترد بعض ديال الكونغول، بعد ترد بعض واي سبايد، لان واحد كاين واحد القول ديال سيدنا عمر رضي الله عنه اون فرونسي، لو بوبل العرب كوم ان شامو كي سوي سون غيد دو لو ديزير، لو غيد دو سافا او امني لو شامو فوا كليرمون سو كي فوا افونسي، شوف غير كلير فاينوس، هو ما قادرش دبع البشر يبقى تابع وياه. اما الكفاءه مفهوم جميع البلادي حاجه اخرى ملاحظه، اش الدراري فاش غادي شكون اللي اهتمامات بالدراري، شكون اللي في الصباح تبقى قدام المرايه بزاف الدراري، البنات كيجيو عاد اللي يقرا، شكون اللي تيجي تصويتهم البنات الاولاد تقبل الايه الاولاد. اذا هو